في الفترة الأخيرة بالطبع بعد تخفيض التقييم السيادي من موديز إلى CAA2، من الطبيعي أن تقوم نفس الوكالة بتخفيض ترقيم البنوك التونسية، هي 4 بنوك التي تعاقدت معها لتقوم بترقيمها وتصنيفها. ومن المتعارف عليه أن لا يمكن أن تصنف مؤسسات مالية مهما تكون أرباحها ومهما تكون صلابتها المالية أكثر من تصنيف الدولة التي تنتمي لها. فبالتالي التخفيض في الترقيم السيادي أدى مثل المرات السابقة إلى التخفيض في تصنيف هذه المجموعة من البنوك التونسية. بالتالي هذا سيطرح أيضا إشكالات لهذه البنوك على صعيد التعامل مع نظيراتها من البنوك الأجنبية، خاصة في رسائل الاعتماد أو ما يسمى الكريدي دوكيمنتير، وما يجعل عمليات التصدير والتوريد تتأخر أكثر وتجد بعض الصعوبات في تمويلها نظرا للمخاطر العالية على التجارة الخارجية، لأنه إضافة إلى تصنيف موديز هنالك أيضا تصنيف إغماث التي تحولت الآن إلى وكالة أليانس، فبالتالي تقوم أيضا بتصنيف مخاطر التجارة الخارجية وهو تصنيف أيضا مرتبط الترقيم السيادي. هذا يطرح إشكالات على صعيد تعامل البنوك التونسية مع نظيراتها في الخارج وحصول على رسائل القروض، رسائل الاعتماد، وقد يؤدي إلى نوع من التأخير في المبادلات الخارجية التجارية.